السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايبين معانا تحلية كده جميلة. طبعا رمضان بيحتاج حاجات حلوة يعني زي ما انتوا عارفين، والأولاد ما يبطلوش طلبات حاجة حلوة. فالمهم النهاردة جاي فكرة كده جميلة، وهي عبارة عن دي عجينة ال10 دقايق. طبعا ان شاء الله ونسيب في صندوق الوصف بإذن الله ازاي بتتعمل، اللي عايز يروح يتفرج على القناة يعني. ونشوف بقى بإذن الله نبدأ نعمل ازاي الحاجة بتاعتنا الجميلة ديتي، حاجة سريعة وحاجة حلوة وتنفع برضو للضيوف، وحاجة جميلة يعني ان شاء الله بإذن الله تشوفوها. ونبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. ودي يا جماعة العجينة بتاعتنا معانا. كل اللي احنا هنعمله احنا عايزين ايه، عايزين نقسمها بس بالنص الاول، علشان ايه هنعملها حاجتين ان شاء الله. انتوا عارفين طبعا عجينة ال10 دقايق دي بتنفع لكل حاجة معانا، ممكن تتعمل بقى حاجة كتيرة جدا. فاحنا مبدئيا بس كده ايه نفرد الاول علشان نعمل الحاجة بتاعتنا. ونقطع يا جماعة ايه شرايح كده بالطول. والارتز يا جماعه كده هنعمل بقى ايه، هنطلع كده بسم الله، واللي فيها بس ايه عايزين نلف من فوق لتحت عشان خاطر نجيبها مظبوطه واحنا ماشيين. كده وبعدين ناخد نكمل بقى عادي مفيش مشكلة يعني ايه، المهم نجيبها كلها حوالين بعضها، يبقى كلها في الآخر تقفل معانا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. نقطع بقى ايه بالقطاعة الباقي زي ما انتوا شايفين كده، ونحطها بقى ايه في الصينية بتاعتنا. وكده يا جماعه ان شاء الله ايه اكمل كده وايه واجي لكم باذن الله بقيته. ما انتوا شايفينه اهوتي، طريقه بسيطه جدا بكل سهوله بنعملها بالشكل دوتي وخلاص على كده. وانتظروا ان شاء الله نكمل ونجي لكم باذن الله.
ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما خلصنا اللي هي القراطيس بتاعتنا. وطبعا فضلت الحته ديت زي ما انا قلت لحضراتكم، فعندنا الاشكال اللي هي دي احنا ممكن ان شاء الله نعمل منها برضو اشكال جميله. هناخد كده ايه كذا شكل نعمله. لا الفرن يسخن. ايوه طبعا لازم الفرن يكون ولع يا جماعه عشان خاطر ايه يبقى ايه طلع العجينه طبعا ايه ما شاء الله خمرانه، فمش مستاهله ايه ان احنا نستنى عليها يعني، على طول يا دوبك نخلص ندخل على الفرن باذن الله على طول. تمام، نجمع بقى ايه الحاجه بتاعتنا كده. بجمعها لك عم انت تلاقيها تخلص ايه. هتعمل بوم ايه لغاية دلوقتي؟ مش عارفة انت هتعمل ايه. ما هي الفكرة ان محدش يعرف احنا هنعمل ايه. انا واقفه معاكم يا جماعه على فكره، بتفرج عليه زي زيكم، مانيش عارفه هو هيعمل ايه. استنوا بقى يا جماعه ايه اما اخلص كده الفكره بتاعتي واجي لكم تشوفوها على طول واحنا مخلصين. بإذن الله. انا عايزكم ايه تتفرجوا معايا كده علشان خاطر انا مش عايز اضيع عليكم الشغل يعني. تمام، انا قلت حبيت ان انا اعملها مفاجأة يعني، بس ما ينفعش مفاجأة في الشغل يعني، لان بحب دايما ايه الناس كلها تعرف انا بعمل ازاي الشغل بتاعي. فاكر يا جماعة الخير ان كل اللي اعمله طبعا قطعت ده صغير شوية، واخد ديتي هحطها فوق كده. تمام، وديتي برضو زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل جدا يعني، احنا في المطبخ كله بيشتغل وكله بقى مية مية، والدنيا بتاع زي الفل يعني، الدنيا مبتعش يعني. طبعا انا قطعت زي ما انتوا عارفين، هقول لكم من قطعت ده ازاي. دي يا جماعة انا قطعتها بالبداية بتاعت المستكة. لازم الواحد برضو يشغل دماغه علشان ايه الدنيا تمشي تبقى زي الفل. بس محتاجين لسه ثلاثة يا دوبك ان شاء الله يبقوا هما المظبوطين. ادي كده واحدة وادي كمان واحدة. يبقى لسه لنا واحدة. شغال؟ ها؟ انت شغال؟ اه طيب. وكده يا جماعة الخير احنا نعتبر بقى ايه خلصنا الشغل بتاعنا. تمام، وطبعا حطيت هنا مربة فراولة وحطيت عليها شوية مكسرات كده من فوق. تمام، هي تحلية خفيفة كده يا جماعة الخير يعني ايه، احنا مش بنقعد مش يعني ايه افتكاسات زي ما بقولوا يعني، وفكرة جت في دماغي زي ما انتوا عارفين بقى ايه هنقوم ننفذها وندوقها ونقول لكم ايه رأينا.
والله طلعت حلوة نقول لكم اعملوها يا جماعة زي الفل، مش حلوة تبقى مش حلوة وخلاص، وايه ونشوف حاجة غيرها تكون احسن، بس ان شاء الله بإذن الله تطلع جميلة. وكده يا جماعة الخير يبقى احنا ايه على الفرن على طول علشان خاطر نخبز الحاجة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده، انتظرونا. ورجعنا لكم يا حبايبي بعد ما خلصنا المعجنات بتاعتنا اللي هي العجينة السريعة في ال10 دقايق، وعملنا بها احلى تحلية زي ما انتم شايفين. طبعا هي لسه خارجة من الفرن حالا، فطبعا انا مش هقدر ان انا اطلع القرطاس دلوقتي خالص اللي هي الحديد ديتي، انا هسيبها لغاية لما شايفين بقى ما شاء الله جمالها عاملة ازاي. طبعا احنا دهناها صفار بيض عشان تبقوا عارفين يا جماعة اللمعة دي جيت ازاي. طبعا ان شاء الله انا هحشي اللي هي القراطيس ديتي بالكريمة الكدابة اللي حضرتكم عارفينها اللي هي القشطة الكدابة، واللي عايز يعرف ان شاء الله العجينة اللي هي قصدي القشطة الكدابة يرجع للقناة بتاعتي ويشوفها ان شاء الله هبقى لها موجودة في فيديو يعني. وطبعا ديت اللي هي بالمربى يا جماعة زي ما انتم شايفين الوردة الجميلة ديتي بالمربى والمكسرات، شايفين شكلها عامل ازاي من فوق من تحت. طبعا معلش يعني اللي عايز يعمل حاجات حلوة ماشي هيعملها عادي خالص بكل سهولة، مفيش في اي مشكلة يا جماعة بدون تعقيدات يعني. والله يعني انا ما كانش في دماغي اي مثلا شكل من الاشكال، بس هو الواحد بيشتغل بتيجي معاه كويس باذن الله، وطالما الواحد بيعمل بنية جميلة يعني ان مفيش يعني اي يعمل غصب عنه، فهتلاقوا ان شاء الله الدنيا جميلة وكل حاجة كويسة باذن الله. ونشوف كده مع بعض ممكن نطلع واحدة كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نخلي كده ان كان حاجة قدام، شايفين من جوه عاملة ازاي مستوية ما شاء الله هنا وجميلة. انا هسيبها بس الوقت تبرد كده اطلعها واسيبها تبرد عشان ان شاء الله ايه اما اجي احشيها بالحشوة اللي هي بتاعتنا ديتي. ها شايفين حاجة بكل بساطة نرضي بها الاطفال ونرضي بها الكبار بدون اي تعقيدات بدون اي مشاكل، ويا رب الفيديو يكون يعني خفيف على قلبكم. احنا بنتمنى ان الناس كلها يعني يبقوا سعداء يعني. بالراحة كده وانتوا بتطلعوا علشان خاطر ايه ما تتكسرش منكم. بس اهم حاجة تخلو من الحتة اللي في الطرف دي اللي قدام، لو في حاجة قدامها تخلوها كده ايه بالراحة عشان خاطر تطلع معاكم، لان تبقى ايه ماسكة عليها. ونسيبها بقى ان شاء الله تبرد معانا خالص علشان لما نحط عليها الكريمة تبقى ايه تبقى كويسة ان شاء الله، وتبقى ايه ما تسحش مننا يعني بإذن الله. وكده يا جماعة الخير زي ما انتوا شايفين اجمل وألذ واحلى تحلاية، وفي نفس الوقت يعني هي طبعا يعني خارج الدايت خالص يا جماعة عشان برضو الناس تبقى عارفة يعني. لو انتوا هتاكلوا يا جماعة ايه ما تحاولوش تكتروا خالص من الحاجات ديتي، كفاية عليك واحدة من دي واحدة من دي قوي قوي قوي، ويبقى كده كمان ايه احنا بوظنا الدنيا يعني. فانتظروني ان شاء الله ايه في التزويق باذن الله نزوقها مع بعض كده ونعملها ونحشيها كريمة بس لما تبرد باذن رب العالمين، فانتظروني. ورجعنا لكم تاني يا جماعة الخير علشان خاطر نكمل بقى المشوار اللي احنا بدأناه مع بعض، وجبنا الكريمة الكدابة بتاعتنا هي دي. تمام. على فكرة انا النهاردة لقيت على اليوتيوب بناس كتيرة عاملين بنفس الاسم الكريمة الكدابة، انا والله سعيد جدا ان الناس عملوها ان كانوا شافوا عندنا، بس طبعا هم قاطعين معاملة معايا يعني ما بيخش ليش تقريبا هم ايه بيخشوا يشوفوا كده ايه يقتبسهم ويطلعوا بسرعة، فما فيش مشكلة يعني انا سعيد والله ما فيش اي مشكلة يا جماعة. انا برضو يعني انا مش جايبها برضو من دماغي، والله انا برضو جايبها زي ما قلت لكم اول مرة،
من راجل سوري يعني، جزاه الله خير بجد، اختراع جميل جدا اللي هي سمعها من زمان. بس انا ما اعرفهاش، انا بالنسبه لي ما كنتش اعرف اللي هي الكلمه الكدابه دي. طيب فنبدا بقى مع بعض يا جماعه. احنا جبنا الحاجه هي زي ما انتم شايفين، والقرطاس بتاعنا، ونسمي الله كده ايه، وندخل جوه خالص عشان ايه ياخد ما تملاش كتير، اكبر عشان كميه. ايه؟ علشان بقيت يكفي. هنكفي ان شاء الله. ونحط ايه، نحط شويه مكسرات من بتاعتنا الجميله دي كده، ونكملها بقى ايه كريمه كده. ما يكترش عن كده يا جماعه الخير، عشان خاطر بقى ايه الدسامه بس، والايه وانتوا عارفين احنا داخلين في رجيم، فمش عايزين نضيع الدنيا. دخل كده بالراحه، وناخد ايه شويه مكسرات، معلقه صغيره كده بس زي ما انت شايف، ونقفل كده. طيب ماشي، على رأي أم حمزة نخلص الكمية ونرجع لكم عشان ما نطولش الفيديو، لأن الناس كلها بتتضايق من الطول. يلا، زي ما انتوا شايفين يا جماعة احنا عملنا ايه، احنا طبعا حطينا الكريمة بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين كده عندنا المكسرات وكده الحاجات. هنحط بس كده في وشها علشان تاخد ايه الشكل اللي انتوا مش عارف اصلا شايفينه ولا مش شايفينه. الضوء مبوظ الدنيا انا عارف والله، بس معلش انا اسف، مش عارفين نعمل اكتر من كده والله. فزي ما انتوا شايفين كده المكسرات بتاعتنا هي دي، نحط فيها بس في وشها كده بس وخلاص، تقفل معانا وخلاص. تمام. وكده يا جماعة الخير يبقى احنا خلصنا الاشكال بتاعتنا الجميلة، وعملنا تحلية جميلة سريعة. تحط عسل؟ اه، وطبعا برضو انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، عايزين نحط ان شاء الله برضو ايه عليها عسل، عشان خاطر ايه يعني تزيد الحلاوة بتاعتها. طب مش يعني هي تزيد حلاوة، هي جميلة كل حاجة، بس عشان ايه الكريمة طبعا انتوا عارفين ان هي مسخة، مش فيها اي حقيقة، مش فيها اي سكر، وطبعا برضو الايه العجينة برضو مش فيها اي حاجة. احنا بس هنحط كده ايه حاجة خفيفة خالص ماشي، واحنا ماشيين كده ايه لزوم بس ايه ندي لها طعم حلو. وده طبعا يا جماعة انتوا عارفين ده شربات من اللي هو اللي انا عامله برضو على القناة بتاعتي، اللي عايز يعرف الشربات ده اتعمل ازاي يتفضل يرجع على القناة، وان شاء الله يعرف كل حاجة بكل سهولة وكل بساطة. وين عايزين التانيين تسألوا برضو. اي حاجة اسألوا عليها، ايوه نحط على طول. مفيش اي مشكلة، هجاوبكم بإذن الله، لان والله انا يعني متابع كويس جدا، والله المستعان. طبعا دي الحاجات اللي هي معمولة بالمربى ومحشية بالحلاوة الشامي. طبعا فكرة الحلاوة الشامي ده يا جماعة والله فكرة جميلة جدا بصراحة، روعة روعة، وبتدي طعم للمعجنات جميل جدا. انا بصراحة يعني انا يعني ايه اخترعتها، ولقيتها فعلا جميلة جدا جدا، بتدي طعم روعة للأكل بتاعنا، دي فاتني ايه؟ الحلوي اللي هي الحلاوة الشامي، ادى الطعم جميل جدا بجد يعني. يعني من الحشوات بصراحة اللي انا عجبتني جدا. طب مش هيسقط على الأرض؟ سقط مش مشكلة، خلاص، معلش بقى. سقط خلاص. وكده يا جماعة الخير يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وان عجبكم ما تنسونيش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم طيبين ومتهينين بإذن رب العالمين. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.